كمان الصناعات لها دور أساسي جدا في الأمن الغذائي وتطوير فكرة الأمن الغذائي في البلاد. أهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً. أهلاً. طيب أدونا البدايات. يعني أنا دائماً كنت أدور على منتجات نظيفة عضوية صحية ما كنت ألاقيها كثرة في البلد. طرقت لموضوع الزراعة العمودية. باختصار هي أنك أنت بتوفر الظروف المناخية والبيئية المناسبة للنباتات أنها بتطلع بشكل صحيح وسليم. فعندك كأنك عندك أراضي مزارع فوق بعض. إحنا نوفر المساحة بهذه الطريقة. المساحات الكبيرة المزارع تحتاجها. إحنا ما نحتاج. هذا المستقبل حق الزراعة. إحنا قاعدين نزرع ده في المدينة الصناعية. صحيح أكيد. ما أخذنا أبداً وقت طويل إنه نأخذ المصنع وكذا. بالعكس مرة رحبوا في الفكرة وكانوا داعمينها. إحنا الكونسبت فارم تو تيبل. كأنك أكلها من المزرعة. 70% من استخدامنا للماء في الخليج يذهب في الزراعة للمزارع الطبيعية. بهذه التقنية ممكن الواحد يوفر 90% من الماء المستخدم لزراعة المحاصيل. سلطتنا عليكم في رمضان حتكون ان شاء الله. اكيد اكيد بإذن طبعا الله. اكيد يس جنا فارم سلطه في رمضان ها الفطور. احنا هنا في واحده من السوبر ماركتس الكبيره في جده وهنا المنتجات ما شاء الله شيء جميل. هذه رصه الميكس سالد وهذه الشتلات شيء جميل جدا انه نشوف هذه الامور بدات تكون موجوده في السوبر ماركت ان شاء الله تنتشر اكثر. بصل معتوم كيف هذا يعني؟ جاني حول. فهذا هو مستقبل الغذاء. مزرعة في وسط مدينة صناعية.